وتحدثنا أيضا عن إمكانية تعزيز التعاون السياحي بين البلدين. حظيت أيضا الملفات الإقليمية والدولية بنصيب هام من المشاورات بيني وبين معالي الوزيرة، لا سيما سياسة المعايير المزدوجة والنفاق الدولي فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا المنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق باستمرار العدوان على قطاع غزة والانتهاكات السافرة في الضفة الغربية، فضلا عن العدوان على لبنان، وهي تلك الاعتداءات التي تمثل تهديدا للأمن والسلم ليس فقط الإقليمي ولكن الدولي أيضا. تحدثنا أيضا عن المواقف البوليفية المتقدمة للغاية والداعمة للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وكان هذا محل تقدير منا بأن بوليفيا دائما تقف إلى جانب المبادئ، ويعني هم يؤيدون بشكل كامل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وحدود وخطوط 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. تحدثنا أيضا عن التعاون في المحافل الدولية، وهناك تبادل للدعم في مجال الترشيحات سواء فيما يتعلق باليونسكو وأيضا فيما يتعلق بالعديد من المحافل. هناك دعم مصري لمسعى بوليفيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من عام 25 إلى عام 27، وهناك أيضا دعم بوليفي لمسعى مصر للحصول على عضوية المجلس عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف للفترة من 26 إلى 28. تحدثنا أيضا عن التغير المناخي باعتبار أن بوليفيا ومصر يتأثران سلبا بظاهرة التغير المناخي ومسؤولية الدول المتقدمة على توفير التمويل اللازم حتى يكون التحول الأخضر تحولا عادلا.